بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد نذكر آداب قضاء الحاجة، يعني الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى دورة المياه مثلا له آداب في الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قاعدة بترنون غير آداب ترجمة أتقول كده. إم إسلام دين يزدش هاري أتوستا قاعدة بترنون نوزن آداب ترجمة. قبل أن يدخل إلى دورة المياه إلى الحمام، قبل أن يدخل يقول بسم الله. حاجات خنادا غيرين مردا بيرنشي حاجات غيرين عالدم بسم الله دوايت لات. ويقول أشو عندن سون. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء. أنا وشو دوانا من الشيخ هيتخان دوانا شو نايت لات. نعم. وإذا خرج يقول غفرانك. علمي حاجات خنادا تشقنا جين. غفرانك هذا ويتلا. غفرانك. غفرانك. نعم مرة واحد. بيرجع ليتلا. تمام. إذا كان في الغابة في الصحراء قبل أن ينزع الثياب يقول الدعاء وبعد أن يلبس الثياب ينتهي من قضاء الحاجة يقول غفرانك. نعم. تلا هذا جبر عشق تيرد بالغم بوسا. جيم دي تشيرد مردا جنا دعاء ويتلا. عليهم جيم دي جيجن دين بتر بحاجاتهم بتر قايرة جيجن دين أنا غفرانك هذا ويتلا. يجب أن يستتر عن أعين الناس، يعني لا أحد يراه وهو يقضي الحاجة. بدون حاجاتهم بتر واتخندا عدم داردن gözlerinin ne جاشرم جاشرم مشكلة كتير غورم بي. إما أن يدخل دورة المياه يغلق الباب. جو صوش حاجات خنا قريت تغنا ليش كتير بكتير. وإذا كان في الصحراء في الغابة إما أن يستتر بشيء سيارة جدار شجرة. عليهم يقدر تلا ده أشخاص يرجعوا موسى. Adam derden cevap bir maçtan artına turat, cebir baktın baktın artına işte bir diğeri cevap attı. Au yubgit. Cevap olsa alsın kitap geçirir. نعم. لا يجوز له أن يدخل إلى الحمام بالمصحف بكتب العلم. يعني عجات قناعه مصحف كتب القرآن ده كتب والله جوزا يلين مي كتاب ترد كتب والله قريم بالبيت. ينقطع عن ذكر الله، ما يستطيع يذكر الله إذا دخل الحمام أو حال قضاء الحاجة. جواب بس. Hacat kanağa girgenden giyince hacetin bütün atkan uçurda Allah Teala'nın eskeri bir zikirlerde ait o ruhsat belmeyin. La yemestekeru biyemin estekdim el yedel yusra. On kolu menin özünün şu cınıslık müçürlerini karmakan bol boyut. Sol kolu menin. Naam la yestekbil el kıble ve la yestedbirha. Anan manda yeminin dağı art menin dağı kıbla tarafka burul boyut. Ve la bud an yehtar makan ıza kan fi الصحراء مكان يعني لين ليس مكان صلب عشان لا يرتد عليه رشاش البول. يقدر تلاطع أكثر من موسى قديت متر الأمر ده برجوم شغرق تير تاوش كريتيد. مثلاً خطوم ده تاس تير بوت خم موسى يوزن قرر تاشر واش كريتيد. ولا يمكن أن يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفارا. يعني ما يمكن يقضي الحاجة في أماكن ظل تحت شجر العنب تحت الأشجار المثمرة. نعم. Hacetin bütün okulunda adamlara ziyan alıp gelmesi gerek mi? Aynısı kanda bir adamlar kapırlar bolsa da dağılıyor. Kapırlar bolsa da. Misal bir adamlar şu gölü köşesinde bana durgan bir baktın tüyüne gelip hoş olacak hacetin bütünü böyüt. Ce olsa misal Mömü Cemiş'te şu türken cerge alacak hacetin bütünü böyüt. La yabul fil ma addaim arrakid allazi la yajri. Turgan suğa, akbağan suğa barıp hacetin bütünü böyüt. لا قلنا لا يمكن له أن يؤذي الناس بقضاء الحاجة، يعني ما يمكن في أماكن حتى أماكن عندنا أماكن أحياء يقف فيها الناس في الأسواق في الطرقات في المساجد. نعم. شون دريبنا إيش بيرو شون داي أدم درجة زيان أكل بيش كريك تيت خجيت بترو ده مثال أدم در باس شو جول دور دون مثال جي بازار لار بولو بو شنا جي درجة وارب خجيت بترو كم بوبين يصح أن يبول قائما بشرطين. Turval yerde onda kişi hacetin bütün sorot bürok iki şart benim. Şartı الاول ان يامن ان العوره لا تنكشف. Birinci şartı eğer de avratı açılıp kalbayt dep eğer gepildik olgan bolsa da avratı açılıp kalbaş. Şartı الثاني ان يامن ان الرشاش لا يرجع عليه. İkincisi olsa o tamçılar özünü çaçırabayt degen senin bolsa anda bolot. İhtal şart min hadi şartayn yahrum el bawr qaiman. Eğer de oşul iki şartı bir öz joq bolsa anda turu alıp siygen bolboyt. نعم لا يطيل البقاء في دورة المياه لأن هذا الأماكن هي أماكن للشياطين. أنا وشو عجات خنادا جوب وقت تذكرون ده ترى مستي بول بيتة عن كيني على جلر شيطان دنجر شيطان ده بول تجر. نعم حتى دخول الجهاز هذا المحمول إن استطاع لا يدخله لا يدخل معه الجهاز لأن الجهاز في الغالب في مصحف في أذكار في كذا. إذا ممكن تشرجه بالغموضة تلفونه ده على غير بيجن جخشة.
анткени телефондун ичинде дагы мусхаф же ушундай зикир сөздөр ушундай идан таха мин каза аль хаджа мин аль баул ау аль гаид эгерде бүтүргөн болсо чоң кажетин кичине кажетин бүтүргөн болсо яжиб алейха ан йутаххира аль макан ал сөзсүз түрдө ошого парз дейт ошол жерди тазалаш керек дейт татхир аль макан имма бил ма же болбосо суу менен тазалайт والتطهير بالماء هذا واضح عند كل الناس تقريبا سو بين تازالغان ام түшүнүктү бул баардык эле адамдарга түшүнүктү белгилүү الثاني التطهير بالمناديل او الاخشاب او الحجاره نعم экинчи болсо бул тазалоо мисалы кагаз менен же болбосо бир жыгач менен же таштар менен тазаланат اقل شيء عندنا يطهر به المكان ثلاثه مناديل او ثلاثه احجار او ثلاثه يعني اخشاب эң эле аз дегенде бизде 3 жол болуш керек 3 кагаз менен же 3 жыгач менен же 3 таш менен ولا بد ان تكون طاهره لا تكون نجسه يعني ما ياخذ مناديل نجسه نجاس болбош керек дейт өзү ошол кагаз мисалы таза таза нажас эмес кагаз алыш керек ولا تكون محترمه يعني ما يمكن ياخذ الاوراق الحديث او اوراق المصحف жана ушундай биз мисалы бир ыйык болгон өзгөчө китептерди кагаздарды албаш керек мисалы хадистер жазылган же куран мусхафтын курандын кагаздарына болбойт ولا يمكن ان تكون طعام للانس او للجن او لدواب الانس او لدواب الجن يعني ما يستخدم الخبز اللحم العظام البرسيم هذا اللي يعطوه الحيوانات مثلا نعم анан ошол эле тамак болбош керек дейт тамактан азыктар мисалы адамдардын азыгы болобу же болбосо жиндердин же жаныбарлардын адамдардын жаныбарлары же жиндердин жаныбарларын мисалы кандай сөөк сыяктуу же болбосо ушундай мисалы айлам العظم والخبز واللحم والبرسيم اللي ياكل الحيوانات يعني طعام الحيوانات мисалы жаныбарлар жей турган жанагы өсүмдүктөр мисалы чөптөр نعم مثل هذا اللي ياخذوه بعد الحصاد ياخذوه يجمعوه للحيوانات هذا نعم جانورларга чогулат чогултат турган чөптөрдү чогултат го жаныбарларга беришин ошондой сыяктуу نعم жаныбарлардын тамагы болбойт فاقل شيء قلنا ثلاثه مناديل ثلاثه احجار эң аз нерсе дегенде эмне дедик 3 кагаз же 3 таш дедик نعم لكن اذا انقطع ونظف المكان بثلاثه احجار ثلاثه مناديل يكتفي بهذا эгерде 3 жолу тазалаган болсо 3 кагаз менен анан тазаланган болсо болду ошо менен чектелет اذا لم يحصل النظافه للمكان او النقاء لابد يزيد حتى يرجع المنديل او الحجر جاف ليس في شيء لانه كيف نعرف النظافه يرجع المنديل جاف ليس في اثر بول ولا غائط اذا في لابد تزيد эгерде 3 жолу тазалагандан кийин кайра эле толук тазаланбаса анда кайра улантат кайра кошуш керек дейт ошентип кайра кайра кошо берет качан толук ошол кагаз деген кургак келмейинче дейт кургак ошо кургак келгенде эч кандай изи болбосо сидиктин же боктун эч кандай изи болбосо демек ошондо түшүнөбүз демек таза болгондун فإذا رجع المنديل أو الحجر جاف حصل النقاء эгерде кургак болуп кайтып келген болсо демек тазаланды деп билебиз وإلا يزيد эгерде андай болбосо анда уланта беребиз إذا حصل النقاء مثلا بستة أحجار эгерде 6 таш менен 6 жолу тазалагандан кийин таза болгон болсо 6 жолу сүргөндөн السنة أن يقطع على عدد فردي لا زوجي анан сүннөт боюнча биз деген так сан менен бүтүргөн бул сүннөт болот ويزيد السابع حتى يقطع على عدد فردي жана ошондуктан биз так сан болуш үчүн бирди кошуп коебуз ошондо 7 менен бүткөн болобуз يبتعد الإنسان عن الوساوس لأن الوساوس أكثر ما تكون في الطهارة يعني لا يفرط ولا يوسوس وسط ошондой эле биз сөзсүз түрдө ар кандай бир ойлордон шайтандан болгон бир васвастардан алыс болушубуз керек дейт анткени көбүнчө ошо васвастар бул ошо тазалыктарда ушу тазалык ушу дарат алууда ушул нерседе келет дейт